اهلا فيكم يا اساطير، معكم دراجونوف فروم زيرو تو هيرو، ورجعت لكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم من الفيديوهات اللي كثير بحبها واللي هي اسئلة المتابعين. وللي ما بيعرف، هذا الفيديو عملناه بمناسبة وصولنا لل 700 الف مشترك، فشكرا لكم واحد ورا الثاني. ويمكن اول سؤال رح تسألوه قبل كل الاسئلة هو ليش صوتي متغير. بصراحة بالايام الاخيرة انا كنت مريض والحمد لله تعافيت من المرض، وما كان هذاك المرض اللي بخوف، مجرد رشحة بسيطة. انت حاليا لا تخافوا، والله مو كورونا. وهذا بفسر ليش إلي فترة مش منزل فيديوهات. المهم نبلش بأسئلة المتابعين، ويلا نروح على أول سؤال عشان نختصر معظم الأسئلة. بالنسبة للأسئلة الشخصية مثل إيش اسمي وكم عمري وين ساكن، خليني أجاوب لكم إياها. اسمي مهند الخوالدة وعمري 23 سنة ومن الأردن وساكن في عمان. وبهاي الجملة البسيطة يمكن أكون اختصرت ثلاث أرباع الأسئلة، فعشان هيك يلا نروح على السؤال اللي بعده. ليش أنت جميل وذكي وكيوت؟ لا تتوسوس، أنا ولد. اوكي السؤال اللي بعده. اوكي امتى طالع وجهك؟ مش عارف، يمكن اول من ولدت مثلا، يعني متى الواحد بيطلع وجهه؟ هو الواحد بيطلع وجهه اصلا؟ انا ليش بعدني بهذا السؤال؟ السؤال اللي بعده. بتمنى تشوف. اوكي لا احد، عيوني بعد هذا التعليق. لماذا نحن هنا؟ ليش بتظلك لابس نفس القناع؟ اخيرا سؤال طبيعي، وخلينا نقول اخيرا سؤال لانه الاسئله اللي قبل شوي ما بعتبر ولا واحد فيهم سؤال. المهم خليني احكي لكم قصه القناع، لاني بشوف كثير منكم بيسالني هذا السؤال. شوف انا واحد من المحاربين القدامى بفري فاير، تقريبا الي سنتين ونص، لا ثلاث سنين بلعب فري فاير. ووقتها كانت اللعبه مختلفه كليا عن هسه، ما كان في سكنات كثير، ما كان في اصلا اشي اسمه سكنات اسلحه، وحتى الثلج كان شكلها متخلف. كان وقتها السكن الاسطوري هناك هو سكن الجمجمة، طبعا هذا كان الكريمنال الساكورا. وقتها اذا لقيت حدا لابس هذا السكن عن جد اطلع من الجيم مش مزحة. وقتها كان نفسي اجيب هذاك السكن، وفتحت عشان اشحن جواهر، واتطلعت لقيت الالف جوهرة بواحد دولار، طبعا هي بعشرة دولار، بس انا بكل غباء اتطلعت على السعر تحت بدل ما اطلع فوق، وجمعت كل المصاري اللي معي، كل تحويشة عمري عشان اجيب الواحد دولار هاي. وبعد ما جبتها شحنتها وطلع لي بس 200 جوهرة، لانه وقتها كان في ضعف. المهم بدناش نتطرق لموضوع قديش سبيت على الشركة، بس بالاخر ما طلع بيدي الا اني اشتري هذا القناع. بالاول ما كنت حابه كثير، بس حاليا انا متعلق فيه بشكل مش طبيعي، لانه فيه بلشت وبي راح اكمل. حط لي قلب. اوكي بتتابع انمي؟ يب بتابع انمي، مش كثير بس واضح انه زوجك اسطوري بالانمي. كيف تجيب هيت شوت بنصر الصحراء زي هيك؟ لا جد شوف انا عملت اكثر من فيديو على القناه بشرح عن كيف تجيب هيت شوت بنصر الصحراء، سواء للبعيد او للقريب، وحتى في فيديو شرحت فيه عن اسلوب وايت بنصر الصحراء، وراح تلاقيهم اكيد اذا اخذت لفه على القناه. لو خرجت من الشراكه لا قدر الله، هل راح تزعل ولا لا؟ شوف اكيد راح ازعل، لانه كل واحد يخسر اشي اكيد راح يزعل عليه ولو شوي، بس الكميه الاكبر اللي راح ازعل عليها عشانكم انتو، لانه زي ما بتعرفوا الشراكه بتعطيني اكواد عشان اوزعها عليكم، وانا عارف انه في كميه كبيره منكم بيحبوا لعبه فري فاير بس ما بيقدروا يشحنوا ولا يقدروا يجيبوا فيها سكنات، فعشان هيك الاكواد هي تكون فرصتهم الوحيدة عشان يستمتعوا باللعبة. فلو طلعت من برنامج الشراكة لا سمح الله راح احزن كثير على هاي الفئة. وبالنسبة للناس اللي بتسأل انا وين بوزع الاكواد، انا بعمل بث مباشر بشكل شبه يومي على الفيسبوك، بنلعب مع بعض ونعمل تيم كود ونفتح رومات، وطبعا ما في بث ينتهي من دون ما نوزع اكواد. فعشان هيك رابط صفحتي على الفيسبوك راح تلاقوها بالوصف، انزلوا تحت وتابعوني هناك، وبستناكم بالبثوث الجاي. متى راح تظهر فيس كام؟ حكينا بهذا الموضوع قبل هالمرة، رح اصير اعمل الفيديوهات فيس كام ان شاء الله لما اصل المليون مشترك. ومش بس الفيس كام رح يختلف على القناة، رح تختلف اشياء كثير فيها، بس لا تخافوا كل رح يكون ان شاء الله للافضل. بتحبني؟ Why are you gay؟ افضل يوتيوبر عربي بعيدا عن محتوى فري فاير. اوه كيوت، بس وين السؤال؟ بعدين لحظة كيف بعيدا عن محتوى فري فاير؟ ايش شايفني بعمل مثلا؟ بقدم محتوى طبخ؟ قبل 6 فيديوهات تقريبا. فيديو اليوم رح يكون عن كيف تغلي الشاي بالنعناع. اوكي السؤال اللي بعده. انا بعد مقاطعك حسيت بتطور وبدات اقتل سكوادات كامله لحالي، بس مش عارف وين اشهر نفسي. اوكي شوف بامكانك تشهر حالك باكثر من مكان، ما شاء الله مواقع التواصل الاجتماعي ما بتخلص، بس اعرف منيح كيف تستخدم هاي المواقع وركز مع منيح بهاي النقطه انت واي واحد حاب يشهر حاله. المواقع اللي تقدر تستفيد منها لما تنشهر عليها اليوتيوب والفيسبوك، وبامكانك تربح من هاي المواقع اذا انشهرت عليها وجبت مشاهدات فيها. بس هل يعني انه باقي
مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام والتيك توك ما إلها فايدة؟ أكيد لا. صحيح إنه شهرتك على هاي المواقع ما بتربحك، بس بالمقابل بإمكانك تنشهر عليها بسهولة. مثلا في التيك توك إذا ظليتك تستخدم الأغاني اللي تنشهر في الترندات بإمكانك تنشهر عليه بسهولة، وإذا انشهرت على منصة بإمكانك تسحب المتابعين على اليوتيوب أو على الفيسبوك. بس نصيحة مهمة، ابعد عن سرقة المحتوى واعمل محتوى خاص فيك، لأنك لو سرقت محتوى والناس عملت لك متابعة ما راح تتابعك علشانك أنت، راح تتابعك لأنك بتنزل مقاطع للشخص اللي بتسرق منه محتوى، سواء كان يوتيوبر كبير أو يوتيوبر صغير. وبس هيك، اتبع هاي الخطوات وخلي عندك محتوى حلو، ومع الوقت راح تلاقي حالك عندك متابعين كثير. هل راح تبدل محتواك؟ شوف، أنا ما بعمل المحتوى التعليمي إلا لأنه أنتوا بدكم إياه، وطول ما أنتوا حابين المحتوى التعليمي أنا راح أظل معاكم للأبد. وطبعا مش غلط أن ننوع بالمحتوى، بس المحتوى الأساسي راح يظل موجود. عندي سؤال واحد، ليش سحبت على القناة وصرت تنزل فيديو واحد كل أسبوع؟ أخوك من المغرب. شوف، أنا في شغلة كثير بتضايقني بشغلك كيوتيوبر. الناس كثير بتتصور اليوتيوبر إنه شخص قاعد بالبيت ما عندهوش أي شيء ولا أي التزامات، ومش عارفين قديش إنه صناعة المحتوى إشي صعب، مش إشي سهل إنك تعمل فيديو. صحيح إنك أنت بتشوف الفيديو 10 دقايق في اليوتيوب جاهز، بس عبين ما تجهز العشر دقايق هاي بيكون في ساعات وأيام من الشغل، وخصوصا للناس اللي بتهتم بجودة المحتوى، إنه يكون الفيديو حلو من ناحية المونتاج، حلو من ناحية الصوت، بيكون فيه فكرة حلوة. هاي الأشياء أبدا مش سهلة. وبس أحكي لكم عني أنا، عشان أعمل فيديو التعليم الواحد واللي يكون فيه محتوى جد متميز، لازم تكون المعلومات أنا اللي مطلعها، يعني الحركة اللي أنا أعلمكم إياها أنا اللي مكتشفها. ولك أن تتخيل قديش راح أخذ وقت عبين ما أكتشفها، قديش وقت راح أخذ عبين ما أتعلمها، وقديش راح أخذ وقت عشان أشرحها بشكل بسيط ومسهل، وهذا كله أصلا قبل ما أبلش بالفيديو، فما بالك بالتسجيل والتصوير والمونتاج. وتذكر إن اليوتيوبر برضو عنده بثوث مباشرة وعنده إنستغرام، عنده حياة شخصية. فيب أتوقع إنه هيك صار واضح ليش أنا بأخذ أسبوع كامل عشان أنزل فيديو. شو قصة اسم ابنك؟ كالعايص. شوف، قصة هذا الاسم شوي طويلة، بس راح أحكيها بفيديو الأسماء بفري فاير، وبصراحة حاب أعملها سلسلة على القناة زي ردة فعل على الأشياء اللي بتصير بفري فاير. فاكتبوا لي تحت في التعليقات إذا عجبتكم هاي الفكرة. شخصيتك المفضلة؟ عندي ليكم انا بربر عشيري منك ما نسخاش دي ما فيش تحتاجك. هل تؤمن بأن الهاتف القوي من أحد أسباب الاحتلال؟ أكيد. وعلى فكرة هذا الموضوع مش بس بالتلفون، هذا الموضوع برضو على البي سي. كل ما كان جهازك أقوى، كل ما صار في عندك فرصة أكبر إنك تحترف، لأنه مثل ما قلنا ما راح يكون عندك لاج، ما راح يكون في تقطيع، وفي تلفونات حاليا بتدعم 120 فريم، وخصوصا للناس اللي بتلعب آيفون أكيد راح تميز الفرق بين اللعب بالآيفون وبالأندرويد. وأنا عملت فيديو كامل بحكي عن هذا الموضوع، بإمكانك تشوفه على القناة. لا أحد، الجنة بالنسبة للجيمرز. وبالاخر انت بدك تهزمه بانفينكس؟ اوكي، وهيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو. استنوني في الفيديو الجاي لانه راح يكون عن موضوع جدا مهم. وصحيح هون كل الناس اللي ما عندهم اي سؤال بس حابين يطلعوا بالفيديو. وبالنهايه كان معكم دراغونوف، ودمتم في رعايه الله.